السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم في محاضرة النهاردة عن 7 مبادئ أساسية في نظام الهصب، واستكمالا للمحاضرة الماضية هنتكلم عن 7 مبادئ دول. هم عبارة عن الهازارد أناليسيس أو تحليل المخاطر وتقييم المخاطر. المبدأ الثاني هو تحديد نقاط التحكم الحرجة. المبدأ الثالث وهو إنشاء أو تحديد الحد الحرج لكل نقطة تحكم حرجة أو الأكشن كرايتيريا زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية لكل أو بي آر بي. هننشئ كمان نظام، أو المبدأ الرابع إنشاء نظام مراقبة لكل نقطة تحكم حرجة أو أو بي آر بي. إنشاء الإجراءات التصحيحية في حالة الحيود زي ما بنسميها دايما كده بلان بي. المبدأ السادس وهنتكلم فيه عن إجراءات التحقق وإثبات الصلاحية، وهناخد أمثلة على الكلام ده إن شاء الله. وآخر حاجة هي الدوكيومنتيشن سيستم، وإزاي أو بنعمل إيه في البند ده بالتفصيل، وهناخد أمثلة على بعض الوثائق الضرورية في نظام الهصب. نبدأ مع أول بند وهو تحليل المخاطر أو الهازارد أناليسيس. ومنتهى البساطة في البند ده بيطلب من حضراتكم إن مطلوب يكون في قائمة بجميع المخاطر المحتملة لكل عملية أو لكل مرحلة. لو احنا متذكرين في المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا إن لما حضرتك بتعمل فلو تشارت انت بتحط إن ديتيلز بالتفصيل الممل كل خطوة أو كل مرحلة هيمر بها المنتج من لحظة الاستلام كمواد خام، مرورا بمراحل التصنيع المختلفة، وصولا لشحن المنتج إلى العميل. كل دي خطوات هيمر بيها المنتج، وكل دي أماكن محتمل وجود مخاطر فيها هيتعرض لها المنتج بشكل أو بآخر. بعد ما بنعمل القائمة دي بنعمل حاجة اسمها تحليل للمخاطر. يعني إيه تحليل للمخاطر؟ يعني بحدد إيه هي طبيعة الخطر، سواء مايكرو كيميكال فيزيكال، مسببات حساسية، إشعاع. بحدد نوع الخطر هو إيه، وطبيعة الخطر هي إيه، وإمتى ممكن يحصل الخطر. ده اسمه تحليل للمخاطر. على سبيل المثال مثلا في خطوة الاستلام، فباجي أقول في خطوة الاستلام أنا عندي مثلا خطر وجود أو خطر فيزيائي وجود أجسام غريبة مع في المواد الخام الواردة. ده خطر فيزيائي. ممكن يكون تاني عندي لو انا مثلا الخامات اللي انا بستلمها فيها خامات زراعيه، فممكن يبقى عندي خطر كيميائي وجود الهيفي ميتال او البيستسايد، متبقيات مبيدات او عناصر تقيله. انا كده حددت الخطوه اللي هيحصل فيها الخطر، وحددت نوع الخطر وطبيعته ايه. بعد ما بنعمل الكلام ده بنعمل تقييم للمخاطر دي. وتقييم المخاطر هنا بيتعمل لكل نوع من المخاطر وكل خطر بحد ذاته في الخطوة الواحدة. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا قلنا في خطوة الاستلام ان انا عندي خطر وجود اجسام غريبة من المواد الخام الواردة. ممكن يبقى عندي خطر تلوث المواد الخام الواردة بالاجسام الغريبة من سيارة النقل. فانا عندي كده خطرين فيزيائي في نفس الخطوة. لما اجي اعمل تقييم هعمل تقييم لكل خطر فيهم على حدة. يعني هحدد لكل خطر فيهم احتمالية الحدوث عاملة ازاي، وهحدد لكل خطر فيهم طبيعي شدة التأثير بتاعته. لو الخطر ده حصل شدة تأثيره هتبقى عاملة ازاي. ونخلي بالنا ونفتكر احنا لما بنعمل تحليل وتقييم للمخاطر بنعمل ده بدون النظر او الاخذ في الاعتبار لتدابير التحكم اللي هنعملها. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتحدد الخطر وبتحدد طبيعته ونوعه وهيحصل في انهي مرحلة كتحليل للمخاطر، وبعدين تقيم المخاطر دي، تحدد احتمالية الحدوث وشدة التأثير ودرجة الخطورة لو الخطر ده حصل. وبعد الكلام ده بتقول انا عشان الخطر ده طلع تقييمه كذا، فانا هعمل تدابير تحكم كذا وكذا عشان امنع او اقلل الخطر. فاخر خطوة في العملية هي تحديد تدابير التحكم او النظر في تدابير التحكم بعد التحليل وبعد التقييم.
طيب ايه الغرض من القصه دي كلها؟ الغرض من تحليل وتقييم المخاطر هو تحديد which significant hazard، اي المخاطر الحرجه او الشديده على سلامه الغذاء. نفتكر ان الكور بتاع سيستم الهصب اللي هو منع او تقليل الخطر، فبالتالي الخطر سواء الخطر العالي او الخطر المتوسط حد ادنى ان انا اقللهم من عالي او متوسط لخطر ضعيف او غير مؤثر، انما الخطر الضعيف هو اوريدي ضعيف انا مش محتاج اعمل فيه حاجه، هيكون sufficient بالنسبه لي او هيكون كافي بالنسبه لي ان ممكن البي ار بي كضوابط تحكم او غيرها من ضوابط التحكم اللي ممكن تكون مستخدمه في المكان تتعامل مع النوع ده من الخطر. حتى في المواصفه نفسها، مواصفه الايزو لما جت في الاصدارات القديمه كان حضرتك مطالب كل انواع المخاطر اللي هتظهر عندك سواء مخاطر عاليه مخاطر متوسطه مخاطر ضعيفه لازم تعديها على شجره القرار وتحدد اذا كانت هي نقطه تحكم حرجه او لا. اما في الاصدار الجديد وبعد تحديث المواصفه في 2018 نصت المواصفه صراحه ان المخاطر اللي لازم حضرتك تعمل لها تعديها على شجره القرار وتحدد اذا كانت نقطه تحكم حرجه ولا لا هي المخاطر السيجنيفيكانت بس، اما المخاطر اللي هي نون سيجنيفيكانت هازارد او الغير حرجه لسلامه الغذاء او الصغيره مش محتاج تعديها على شجره القرار وهيكون كافي انها تبقى ان التحكم فيها يكون من خلال البي ار بي. طيب تحديد المخاطر بيتم على اساس تجميع المعلومات الاوليه في مرحله وصف المنتج ووصف الخامات. فاكرين وصف المنتج ووصف الخامات كنا بنقول فيه ايه؟ مطلوب من حضرتك ان انت تحدد الخصائص الميكروبيولوجيه والكيميائيه والفيزيائيه للمنتج وتحدد الاستخدام المقصود وتحدد كل الكلام ده، احنا كل دي داتا احنا بنجمعها عشان لما نيجي نعمل تحليل المخاطر نبقى عارفين هل المنتج بطبيعته يحتوي على مايكرو اورجانيزم، هل المنتج سريع الفساد، هل المنتج بيتلف بسرعه، هل المنتج ليه اشتراطات تخزين معينه فانا محتاج اراعي ده في عمليه التخزين واحط ضوابط تحكم في عمليه التخزين. كل المعلومات والداتا اللي احنا جمعناها في الخمس خطوات الاساسيه كل ده بيكون البيز او الاساس اللي انا بستخدمه في عمليه تحليل وتحديد المخاطر. كمان بيتدخل معايا بنسبه كبيره عنصر الخبره، عشان كده قلنا يفضل ان فريق الهصب يكون فيه احد اعضاء الفريق من ذوي الخبره الكبيره في المجال الصناعي او المجال التصنيعي اللي انا بشتغل فيه عشان يبقى هو المرجع بالنسبه لي في تحديد احتماليه حدوث اي نوع من المخاطر ويسهل علي عمليه تحليل وتقييم المخاطر. كمان البيانات التاريخيه للصناعه نفسها، يعني انا الهيستوري بتاع الصناعه دي كان بيقول ان المنتج ده على طول بيحصل فيه مشاكل من النوع الفلاني او على طول بيبقى المنتج بطبيعته فيه مشكله معينه، كل الحاجات دي بتساعدني في عملية تحليل وتحديد المخاطر إلى جانب المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتطلبات العملاء. بمعنى أن ممكن عميل يقول لحضرتك برغم أن المواصفة مثلا بتقول أن العد البكتيري أو الحمل الميكروبي لا يزيد عن مثلا 10,000 خلية ميكروبية إلا أن العميل بتاعك أو في مواصفة جديدة صدرت مثلا تقول لأن الحمل الميكروبي أو العد البكتيري لا يزيد عن 5,000 خلية ميكروبية، فده بيكون مصدر من مصادر اللي بنستخدمها في عملية تحديد وتحليل المخاطر. نتذكر مع بعض إن احنا عندنا طبقا لآخر تحديث لمواصفة الأيزو 22000 عندنا خمس أنواع من المخاطر زي ما قلنا قبل كده، والمواصفات الأحدث شوية أو المتعمقة أكتر في نظم سلامة الغذاء زي البي ار سي وغيرها أدرجت نوعين كمان من الخطر اللي هم الغش والتخريب من ضمن المخاطر اللي لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنعمل هازارد أناليسيز كجزء من خطة الهصب، لكن احنا هنركز زي ما اتفقنا على الخمس أنواع اللي ذكروا في مواصفة الأيزو. تحليل المخاطر بيقول لحضرتك لازم الشركة تحدد المستوى المقبول في المنتج النهائي لكل خطر من مخاطر سلامة الغذاء. فاكرين الاكسبتابل ليميتس لما اتكلمنا عليه في التعريفات
وقلنا ان ده الحد او اقصى قيمه للخطر مسموح بوجودها في المنتج النهائي، او ببساطه كده ان النوع ده والكميه دي او القيمه دي من الخطر لو فرض ووجدت في المنتج النهائي مش هتمثل ضرر على او تاثير سلبي على صحه المستهلك. وبالتالي الاكسبتابل ليفل ده هو الحد الذي لا يسمح بتجاوزه في المنتج النهائي. على سبيل المثال حدود متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في مواصفه وفي تشريع بيقول ايه الحد الاقصى من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله المسموح بوجودها في الاغذيه. وبناء عليه حضرتك لما بتعمل تحليل انت بتعمل مقارنه ما بين الاكسبتابل ليميتس او الحد المسموح به في الخضار او الفاكهه او المنتجات الغذائيه مقارنه بالمتطلبات القانونيه او التشريعيه. فبالتالي انت عشان تحدد المستوى المقبول ده انت عند حضرتك اكتر من حاجه محتاج تراجعها او تستخدمها. اول حاجه المتطلبات القانونيه ومتطلبات العملاء الساريه. يعني ايه؟ يعني لو عند حضرتك تشريع زي اللي كنا بنتكلم عنه كمتبقيات المبيدات او العناصر الثقيله فانت ملزم بيه، زي المثال بتاع العميل اللي طلب تقليل الحمل الميكروبي في منتج. ده لو عند حضرتك عميل طالب حاجه زي كده بتكون مطالب ان انت تلتزم بيها وتراعيها اثناء عمليه تحليل المخاطر. كمان لازم تنظر او تراعي عمليه الاستخدام المقصود للمنتجات النهائيه بتاعت حضرتك، بمعنى ان المنتج بتاعي صالح لجميع الفئات العمريه ومع ذلك في مسببات حساسيه، فبالتالي لازم اراعي وانا بعمل تحليل مخاطر للمسببات الحساسيه ان انا حاطط الضوابط الضروريه اللي تضمن ان العميل اللي بيعاني من الحساسيه مش هياكل المنتج بتاعي عن طريق الخطا. زي ما قلنا في التشريع بيطلب من حضرتك ان انت تعمل ديكليريشن او اعلان لمسببات الحساسيه على بطاقه البيانات عشان تضمن ان العميل بتاعك هيكون على درايه بان المنتج يحتوي على مسببات حساسيه، وبالتالي هتنفي عن حضرتك المسؤوليه او هتخلي مسؤوليه حضرتك كشركه في تحمل عقبات استهلاك العميل للمنتج المحتوي على مسببات حساسيه. بعد ما بنعمل تحليل المخاطر بنعمل تقييم لكل نوع من المخاطر اللي ظهر عندنا بشكل مفرط زي ما وضحنا من شويه. تقييم المخاطر ده قلنا عباره عن حاجتين: تحديد احتماليه الحدوث، بمعنى ان حضرتك بتحدد الخطر اللي انت حددته اثناء تحليل المخاطر ده في المنتج النهائي دون النظر في تطبيق اجراء التحكم اللي انت هتعمله لسه. يعني انا مثلا على سبيل المثال قلت ان المنتج بتاعي معرض يكون فيه تلوث ميكروب بالبكتيريا المرضيه في مرحله من المراحل. انا بشوف احتماليه ان المنتج بتاعي ده ان المايكرو اورجانيزم المرضيه دي ايه احتماليه انها تبقى موجوده في المنتج النهائي قبل ما بعمل مثلا عمليه البسطره او عمليه التعقيم. مش باجي اقول، يعني ما ينفعش ان انا اجي اقول ان انا عشان انا عندي خطر اسمه وجود ميكروبات مرضيه والخطر ده احتماليته هتبقى ضعيفه عشان انا بعمل تعقيم. لا، الدنيا ما بتمشيش كده. الصح ان انا باجي اقول انا عندي خطر وجود ميكروبات مرضيه، احتماليه حدوث الخطر ده عاليه وشده تاثيره عاليه، فعشان كده انا بعمل عمليه التعقيم او البصره دي عشان اقضي على الخطر ده واقلل من احتماليه حدوثه. كمان بنحدد شده الاثار الضاره على الصحه فيما يتعلق بالاستخدام المقصود. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما الناس تستهلك المنتج او تستخدمه في الصوره اللي انت حددتها في الخمس خطوات السابقه، هل التأثير بتاع الخطر اللي انت حددته ده هيكون عالي ولا متوسط ولا ضعيف ولا ملوش تأثير؟ حضرتك اللي هتحدد. ولكن في تحديد الاحتمالية وتحديد شدة التأثير لازم يكون التحديد ده فيه نوع من المنطقية. يعني ما ينفعش عشان انا مثلا ما عنديش ضوابط تحكم في نوع معين من المخاطر
فبقول لا لا المخاطر دي صعب انها تحصل، لا مفيش حاجه اسمها كده. اللي يقول انها ممكن تحصل او ما تحصلش فريق الهصب، وفي الغالب بنستخدم اداه هنا اسمها اداه العطف الذهني، ان الموضوع بيبقى بيطرح لنقاش مفتوح، وان زي ما اتفقنا ان فريق الهصب ده ناس مؤهله كفايه وعندهم الخبره العلميه والعمليه اللي تساعدهم في ان هم ياخدوا فعلا القرار الصحيح الموضوع دون الاعتبارات الشخصيه، او ان انا اقول اصل انا ما عنديش تدابير تحكم فخلاص مش هعملها خطر ضعيف عشان اتفادى من المسؤوليه. حضرتك ممكن تعملها كده على الورق، لكن هتلاقي عمليا على ارض الواقع المنتج بتاعك فيه مشاكل، بيطلع فيه الخطر اللي انت استبعدته بشكل جزافي ذات دون النظر في تبعيات القرار اللي انت هتاخده، وبالتالي هتلاقي نفسك كل ما بتطلع شغل بيطلع فيه مشكله وما انتش قادر تحدد المشكله هي فين، وانت ناسي ان انت تجاوزت او اغفلت خطر بمزاجك زي ما بنقول او باختيارك، وما حطيتش او ما بصيتش القرار اللي انت اخدته ده هيكون تبعياته ايه. طيب بعد ما بخلص تحليل المخاطر وتقييم المخاطر، انا بيكون عندي الغرض من البروسيس دي ان انا احدد المخاطر الحرجه او الكبيره على سلامه الغذاء. طيب احنا عمالين نقول الهازارد والريسك، الهازارد والريسك، هو ايه الهازارد وهو ايه الريسك؟ الهازارد هو اي عامل في الماده الغذائيه او في المنتج الغذائي يحتمل مع وجوده اثار ضاره او يترتب على وجوده تاثير سلبي على صحه المستهلك، واظن احنا شرحنا ده في التعريفات وقلنا يعني ايه فود سيفتي هازارد. اما الريسك، واذا انت حضرتك لو ترجمت المصطلحين على جوجل ترانسليت او على اي مترجم هتلاقي كلمه هازارد وكلمه ريسك الاثنين معناها خطر، لكن فعشان كده لازم حضرتك تعرف المصطلحات اللي زي كده بالانجليزي عشان تقدر تفرق ما بينهم. وقلنا كمان ان الهازارد، ان وجود الهازارد في المنتج الغذائي ده بيسمى التلوث، وان التلوث ده هو اللي بيقود الى الريسك. وضربنا مثال ساعتها الشخص اللي واقف على الطريق لو وعنده والطريق ده فيه سيارات ممكن يحصل تصادم اثناء العبور، قلنا ساعتها ان السياره اللي موجوده على الطريق دي هتكون الهازارد، وان احتماليه ان الشخص ده يعبر الطريق والسياره دي تصدمه وشد تاثير الصدمه دي ده يسمى الريسك. زي ما اتكلمنا من شويه وقلنا احنا هنركز على خمس انواع من المخاطر: الاشعاع ومسببات الحساسيه والخطر الكيميائي والفيزيائي والمايكروبيولوجي. لكن لازم ناخد بالنا ان الخطر المايكروبيولوجي احنا بنتعامل معاه على ثلاث مستويات: مستوى الكونتامينيشن او التلوث، مستوى المالتيبليكيشن او التضاعف، ان يبقى فيه اصلا مايكرو اورجانيزم وانا وفرت لها او الظروف التصنيع وفرت بيئه ملائمه لنمو المايكرو اورجانيزم زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه، فحصل تضاعف لاعداد البكتيريا وحصل سيرفايفل او بقاء للبكتيريا المرضيه او غيرها. طيب خلينا ناخد اول نوع من المخاطر وهو الخطر البيولوجي. الخطر البيولوجي معناه وجود اي كائنات حيه دقيقه غير مقبوله في الماده الغذائيه. يبقى الشرط الاولاني في اعتبار المايكرو اورجانيزم دي خطر انها تكون مايكرو اورجانيزم غير مقبوله. يعني ايه غير مقبوله؟ يا اما من النوع المرضي زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه، يا اما تكون خارج الحدود المسموح بيها زي ما قلنا مثال من شويه، ان المواصفه عند حضرتك بتقول او التشريع او متطلبات العميل بتقول عندك عد بكتيري معين او مسموح بوجود انواع معينه من البكتيريا.
الانواع الاخرى الغير مسموح بيها لو وجدت فيعتبر في الحاله دي فود سيفتي او بيولوجيكال هازارد. وبالتالي فان الخطر البيولوجي بيعتمد بشكل كبير على نوع المنتج وطبيعته، ففي منتجات عاليه الخطوره وفي منتجات اخرى منخفضه الخطوره، وهنتعرض للجزئيه دي وتصنيف الهاي ريسك فود واللو ريسك فود كمان شويه. المايكرو اورجانيزم او المايكروبات للي ما يعرفش هي بكتيريا وفطريات وفيروسات وطفيليات موجوده حوالينا في كل شيء تقريبا، كائنات متناهيه الصغر لا ترى بالعين المجرده ولكن يمكن الكشف عنها على تحت الاجهزه المعمليه، وتسبب المرض واحيانا تسبب الوفاه لو تواجدت باعداد كبيره. فالتربه فيها مايكرو اورجانيزم، الهواء، الجلد، الشعر، الميه، المنتجات الغذائيه بمختلف انواعها. ومش معنى ان المايكرو اورجانيزم موجوده ان المنتج ده بالضروره ان هو يبقى غير صالح للاستهلاك الادمي زي ما قلنا من شويه. لكن وجود البكتيريا في حد ذاته مش خطر، لكن ان البكتيريا دي تبقى فيها بكتيريا من النوع المرضي او تكون زياده عن الحد اللي مسموح به، ده اللي يعتبر خطر. البكتيريا زيها زي اي كائن حي ليها ظروف مثلى للنمو. الظروف المثلى دي يعني تجاوزا كده بيرمز اليها لاختصار لكلمه فاتوم. الاختصار ده ببساطه ان كل كائن حي او المايكرو اورجانيزم محتاج مصدر للغذاء، محتاج درجه حراره، محتاج وقت عشان البكتيريا بتتضاعف كل تلت ساعه للضعف. فلو عند حضرتك 100 خليه ميكروبيه بعد تلت ساعه هتبقى 200 وهكذا الى ما شاء الله الى ان تصل لدرجه حراره او تصل للظروف اللي بيحصل عندها وقف للنشاط البكتيري. والبكتيريا اكتر عامل مؤثر في نشاط البكتيري هو الرطوبه او الميه. يعني كل ما كان المحتوى الرطوبي في الماده الغذائيه عالي كل ما كان الاغذيه دي سريعه الفساد والتلف اذا ما توفرت الشروط الاخرى للنشاط البكتيري. يعني ممكن يبقى الماده الغذائيه تحتوي على كميه عاليه من الرطوبه ولكن محفوظه في ظروف تمنع البكتيريا من النشاط، سواء ان انا احفظها على درجه حراره منخفضه سواء بالتبريد او التجميد، او ان انا احفظها على درجه حراره مرتفعه كالعرض الساخن درجه حراره اعلى من 70. مدى من درجة الحرارة من 5 لـ65 وفي بعض المراجع من 5 لـ63 أيا كان، في عندنا مدى كبير قوي من درجة الحرارة. المدى ده لو توفرت الظروف الملائمة للبكتيريا فيه للنمو هيحصل تضاعف كل تلت ساعة لأعداد البكتيريا إلى أن تصل لمرحلة الثبات وتبدأ الأعداد دي تقل. فبالتالي مهم ان احنا نبقى عارفين ان الأغذية المحتوية على عناصر غذائية كتير اللي فيها محتوى مائي كتير اللي الوسط بتاعها معتدل لا هو حامضي ولا هو قلوي دي بتمثل بيئة خصبة لنمو المايكرو اورجانيزم، وبالتالي لازم اخرجها من الدينجرس زون، بمعنى ان انا ما احفظهاش على درجة حرارة من 5 لـ65 لمده تزيد عن التلت ساعه، لان كل تلت ساعه هيبدا يحصل تضاعف للبكتيريا. اقصى مده ممكن احفظ فيها المنتج اللي معرض للفساد او سريع الفساد فيها هي ساعه، بعد الساعه بيكون في احتماليه، وناكد نحط خط على كلمه احتماليه دي، ان يبقى المنتج اللي احنا هنستهلكه ده غير امن نتيجه النشاط البكتيري وان البكتيريا اللي موجوده نشطه وبدا يحصل انتاج للسموم البكتيريه. طيب احنا قلنا وجود البكتيريا في حد ذاتها يعتبر خطر بيولوجي. طيب لو البكتيريا اتيح لها فرصه ان هي تنتج تتكاثر وتنتج التوكسينات او السموم البكتيريه، هل السموم البكتيريه تعتبر خطر بيولوجي
ولا نوع اخر من المخاطر؟ استاذنكم تردوا عليا كده على الشات او على الفويس. التوكسينات اللي بتفرزها البكتيريا ما هي ايه؟ سامعك يا هندسه اتفضل. خطر كيماوي، خطر كيماوي، التوكسينات خطر كيماوي. ليه بنعتبرها خطر كيميائي؟ ما هي جايه من البكتيريا. ماشي، ما هو لا، هو بعد ما بتطلع من البكتيريا، بعد ما البكتيريا بتفرزها بتبقى خلاص بقى ديت تركيبه كيماويه بتضر او بتضيف خطر للغذاء. طيب انا هاكد على المعلومه اللي حضرتك قلتها دلوقتي واقول احنا ليه بنعتبرها مواد كيميائيه. التوكسينات اللي بتفرزها البكتيريا فعلا بتصنف كخطر كيميائي، لانها بتكون نتيجه تفاعل كيميائي. البكتيريا التفاعل لما بتتكاثر بتحلل مكونات الماده الغذائيه وبتكسر الاحماض الامينيه والروابط الغذائيه، وده بينتج عن التفاعل ده مواد كيميائيه، وفي الغالب بتكون مواد كيميائيه سامه، وبالتالي بتصنف وجود السموم الفطريه او البكتيريه يعتبر خطر كيميائي عشان اللي احنا قلنا عليه من شويه. فالبكتيريا بحد ذاتها خطر بيولوجي، لكن التوكسينات خطر كيميائي. كويس جدا. طيب البكتيريا زي ما قلنا ليها الاحتياجات اللي احنا قلنا عليها من شويه، بس هل يا ترى النمو البكتيري ده بيتضاعف الى ما شاء الله ملوش نهايه يعني، ولا بيوصل لليمت معين وبعدين يبدا يقل تاني؟ اي دوره حياه لاي كائن حي بطبيعتها بتبدا في بدايه نشاطها بتكون البكتيريا. البكتيريا طور النمو فيها بيبدا في بطور النمو الخضري او اللوغاريتمي، وبيكون فيها البكتيريا في قمه نشاطها اذا ما توفرت ليها الفرصه الملائمه للنمو. بيفضل يتزايد اعداد البكتيريا لحد ما توصل لمرحله الثبات، وبعدين تبدا يقل اعدادها تدريجيا. ايه اللي بيحصل؟ الموضوع ببساطه ان البكتيريا ليها تصنيفات كتير قوي، في منها المحبه للحراره المرتفعه، في منها المحبه للحراره المنخفضه، في منها المحبه لوجود الاكسجين، وفي اللي بينمو في عدم وجود الاكسجين، وفي اللي بيعيش في وجود او عدم وجود الاكسجين، وفي اللي بيحب الوسط المعتدل، في النوع من البكتيريا اللي بتحب الوسط الحامضي والعكس. فاللي بيحصل بمنتهى البساطه ان البكتيريا اللي ظروفها بتتناسب مع ظروف الوسط اللي موجود في المنتج او في الماده الغذائيه بتبدا تنمو وتتكاثر وتتضاعف. نتيجه التكاثر ده بيبدا يحصل تغير في حموضه الوسط وفي نسبة الأكسجين اللي موجودة في الوسط، وبالتالي بتبدأ أعداد البكتيريا أو أنواع من البكتيريا جديدة تنشط وتتكاثر. فبدل مثلا ما كان عندي نوعين ثلاثة هم اللي شغالين في الوسط، بدأ يبقى عندي 15 أنواع شغالة في الوسط لأن الظروف اتغيرت وبقت ملائمة للنمو. بيفضل يزيد يزيد لحد ما بتوصل لمرحلة ان اعداد البكتيريا اللي بتنتج جديده قد اعداد البكتيريا اللي بتموت، ودي اللي بنسميها مرحله الثبات نتيجه اختلاف حموضه الوسط والضغط الاسموزي في الوسط وتركيز الميه وتركيز الاكسجين ومتغيرات كتير قوي بتحصل نتيجه التفاعلات اللي احنا قلنا عليها، اللي الوسط حموضته بتتغير بشكل كبير قوي ونسبه الاكسجين بتبدا تستهلك بنسبه كبيره، فتبدا اعداد البكتيريا اللي بتنتج جديده تكون اقل بكتير من اعداد البكتيريا اللي بتموت، فبالتالي تبدا اعداد البكتيريا تقل لحد ما كل البكتيريا اللي موجوده في الوسط او اغلب البكتيريا اللي موجوده في الوسط تموت نتيجه استهلاك كل مقومات الحياه اللي موجوده في الوسط. حرفيا بيكون الاكل اتحلل او الماده الغذائيه بتكون وصلت لمرحله التحلل، ما عادش فيها اي مصدر للغذاء ولا للاكسجين ولا حتى الرطوبه. تصنيفات البكتيريا احنا قلنا عليها من شويه، ولكن هنقف عند جزئيه مهمه ان في انواع من البكتيريا زي ما قلنا مرضيه وفي انواع تانية غير مرضيه.
بل الانواع الغير مرضيه في منها انواع بتستخدم في صناعات كتير قوي، واحنا بنستخدم المنتجات دي بشكل كبير جدا في حياتنا اليوميه، زي صناعه العيش او المخبوزات، الخمائر اللي احنا بنستخدمها ده احد استخدامات المايكرو اورجانيزم، في انواع كتير من الجبن وصناعه الجبن والزبادي قائمه على انواع من البكتيريا والفطريات، صناعه المخللات من الصناعات القائمه، عمليه التخليل قائمه في حد ذاتها على وجود المايكرو اورجانيزم. فزي ما في بكتيريا مرضيه في عندنا انواع ثانيه مفيده وبنستفيد منها في حياتنا، فبالتالي الانواع الضاره او المرضيه هي دي بس اللي احنا بنعتبر وجودها خطر وبنحط الضوابط الضروريه عشان نمنع وجودها. درجه الحراره النمو المثلى للبكتيريا هي 37 نفس درجه حراره جسم الانسان، وبالتالي زي ما قلنا بنحاول بقدر الامكان نبعد المنتج الغذائي ان هو يفضل على درجه الحراره دي مده طويله. أمثلة على بعض تدابير التحكم اللي بنحتاج نستخدمها عشان نتحكم في وجود البكتيريا أو إن يحصل تلوث للمنتج الغذائي أو المادة الغذائية بالبكتيريا. على سبيل المثال ممكن التحكم في الوقت زي ما قلنا ممكن يكون درجة الحرارة، ممكن يكون البي اتش او النشاط المائي، ممكن يكون عن طريق ان انا اضيف مواد حافظه او مواد او اي اضافات تمنع النشاط البكتيري. وزي ما قلنا قبل كده التدابير التحكم هي اي اجراءات بيتم اتخاذها لمنع او للقضاء على الفود سيفتي هازارد او تقليله الى المستوى المقبول. ممكن يكون تدابير التحكم دي عن طريق الشراء من مورد معتمد، او عن طريق ان يكون عندي ورك انستراكشن وفريق عمل مدرب على اجراءات العمل بالطريقه اللي تضمن عدم خروج المنتج عن الحدود المسموح بيها، اجراءات التنظيف والتطهير الصحيحه، ان انا يكون مطبق للبي ار بي بشكل جيد، فبالتالي يكون عندي تصميم جيد للمعدات والمباني، ان انا احفظ الفصل ما بين الوجبات او الاطعمه الجاهزه والغير جاهزه بشكل منفصل، ده هيقلل كتير من فرص التلوث العرضي، ان يكون عندي هاي بيرسونال هايجين فاكتورز او عوامل نظافه شخصيه على مستوى عالي، زي ما احنا شايفين على الشمال كده الجماعه اللي بيدخنوا بملابس العمل وملابسهم متسخه، كل دي ظروف هتساعد على نمو وانتشار التلوث البيولوجي. كذلك الحال ان يكون عندي بيست كنترول بشكل قوي، كل ده برضه هيساعد في منع التلوث. او خلي بالنا ان الجزء اللي فات ده بيتكلم عن الكونتامينيشن، ده اول ليفل في التعامل مع التلوث الميكروبي، لكن عندي ليفل تاني من التعامل مع البكتيريا زي ما قلنا المالتيبليكيشن او السرفايفل، وده عن طريق زي ما قلنا احد اهم ضوابط التحكم في القصه دي ان انا اعمل حفظ للاطعمه بعيدا عن منطقه الخطر، اقلل وقت حفظ الطعام في درجه حراره الغرفه العاديه خصوصا اذا كان الاطعمه دي من النوع سريع الفساد، عن طريق ممكن ان انا اعمل نزع للرطوبه زي صناعات التجفيف او اضافه الملح او السكر او الخل او المواد الحافظه لتغيير الضغط الاسموزي في الوسط، وبالتالي يؤثر على الجدار الخلوي للخليه ويمنع انها تنشط وتتقاصر وتتضاعف باعداد تؤدي الى انها تكون خطر، او عن طريق القضاء على المايكرو اورجانيزم عن طريق المعاملات الحراريه المختلفه، او عن طريق استخدام المطهرات او عمليات التطهير والتعقيم، او عن طريق اليو في او المعامله بالاشعاع. طيب زي ما قلنا من شويه عندنا حاجه بتسمى الهاي ريسك فود، ودي المنتجات الغنيه بالقيمه الغذائيه، عاده بتكون من المنتجات الجاهزه للاكل واللي بتخزن في التبريد ولا تتعرض لمعاملات حراريه اخرى، بمعنى
الساندوتش اللي حضرتك بتشتريه، البسكويت اللي انت بتشتريه جاهز للاكل، الوجبات الجاهزه اللي بتقدم في المطاعم، كل الكلام ده بيصنف كهاي ريسك فود. ليه بيصنف كهاي ريسك فود؟ اولا هو بيكون ريدي تو ايت، جاهز للاكل، مفيش اي حاجه هتشيل ما بين الخطر لو موجود في المنتج الغذائي وما بين ان هو ياثر على المستهلك. ثانيا الانواع دي من الاغذيه ما بتتطلبش قبل الاستهلاك اي نوع من المعاملات، في الغالب بتحفظ في مبرده، يعني اغلب الاغذيه اللي من الهاي ريسك فود بتحفظ في التبريد، والتبريد غير كافي للقضاء على المايكرو اورجانيزم، ولكن بيعمل تثبيط للنشاط البكتيري، وبالتالي البكتيريا بتفضل موجوده ولكن نمو طور النمو فيها بيكون ابطا ما يكون عشان يمنع الاغذيه دي انها تفسد. طيب هل الرو فود تصنف كهاي ريسك فود ام تصنف كلو ريسك فود؟ افتح بقى المايك او الشات كده ونتناقش مع بعض. هو لو الرو ماتيريال دي احنا طبعا هنعملها معامله حراريه. طب هسال حضرتك سؤال قبل ما تكمل، هو في رو فود، في رو فود ممكن يستهلك بشكل مباشر زي ايه؟ زي الاسماك المملحه مثلا. هو الاسماك المملحه رو فود؟ لا، ما هتبقى هي ما بتتعملش معامله حراريه، هي بتتعامل معامله. ايوه ماشي، ما هي بالملح. مش بتتعامل معامله حراريه، بس الاسماك المملحه مش رو فود، لكن السمك الني ده رو فود. انا بقى هعمل له عمليه تخليل، دي عمليه تصنيعيه توازي في شدتها او في كفاءتها عمليات الشوي وعمليات المعاملة الحرارية بأي صورة من الصور. فالأسماك كل الرو فود هي منتجات غير جاهزة للاستهلاك المباشر. لو حضرتك دورت كده على أي منتج أي كان نوع، حتى البيض، البيض الني ده كرو فود هو منتج غير صالح للاستهلاك الآدمي. حتى الفاكهة والخضار، الفاكهة الخضار والفاكهة رو فود، ولكن ليها تصنيفة تانية، يعني هو ده أغذية تندرج تحت الهاي ريسك فود لأن دي ريدي تو ايت فود. احنا قلنا ان يبقى كده الغذاء كله، يبقى كده الغذاء كله هاي ريسك؟ لا، مش الغذاء كله هاي ريسك. هو الدقيق مش رو فود، القمح والحبوب مش رو فود، بس بيتعامل معاملة حرية في الخبيز. لا، ما احنا بنتكلم دلوقتي، هو الدقيق والقمح مش بالضروره يتعامل معامله حراريه. مش كل المنتجات اللي بيدخل فيها القمح بتتعامل معامله حراريه. مقصد القول ايه يا هندسه؟ ان الرو فود، لو الرو فود هيستهلك معدل الاستهلاك المباشر فهو هاي ريسك فود. اما اذا كان غير معدل الاستهلاك المباشر فهو لو ريسك فود. هتقول لي لو ريسك فود رغم ان هو مليان مايكرو اورجانيزم ومصدر للتلوث ومصدر ايوه، لان في معاملات اخرى هتتم على الرو ده هتقضي او هتقلل من الخطر اللي موجود في المايكرو اورجانيزم. وصلت كده؟ تمام كده، وصل تمام. ممكن تقولها تاني؟ تاني الرو فود الفيصل في اعتباره هو هاي ريسك ولا لو ريسك هو اذا كان معدل الاستهلاك المباشر ام معدل للاستهلاك الغير مباشر. يعني ايه؟ يعني انا هاكل الرو فود ده زي الخضار والفاكهه بشكل مباشر، ولا انا هعمل معاملات تصنيعيه على الخام ده قبل ما استهلكه زي البيض الني والسمك واللحمه والفراخ. لو انا هاكله مباشر فهيصنف كهاي ريسك فود لان مش هيبقى عندي اي معاملات ثانيه تمنع او تقلل الخطر. انما لو انا استهلكت المنتج الغذائي ده بشكل غير مباشر، يعني صنعته الاول قبل ما استهلكه، ففي الحاله دي هيصنف كلو ريسك فود. اللو ريسك فود اغلبها او اغلب المنتجات منخفض الخطوره بتكون منتجات منخفض المحتوى الرطوبي، وبتكون من النوع الحامضي، او بيكون فيها نسبه سكر او ملح او دهون عالية، وفي الغالب بتكون من الأغذية من النوع المحفوظ واللي مش بتتطلب الحفظ بالتبريد، زي المعلبات،
زي الحبوب بانواعها، المنتجات الجافه بانواعها، زي القهوه وخلاف ذلك. كل المنتجات دي بتصنف كالوريز فود، يا اما لقله المحتوى الرطوبي فيها زي الحبوب القمح والذره وما شابه ذلك، والرز ما فيهاش محتوى رطوبي. لاحظها كده، لو حضرتك مخزن رز او دقيق في البيت بيقعد فتره طويله قوي طول ما انا محافظ عليه وما بيجيلوش رطوبه. اول ما المنتج ده يجيله رطوبه من اي مصدر ولو بقعه ميه بسيطه، تبص تلاقي مكان بقعه الميه دي البكتيريا اشتغلت فيه وبدا يخضر ويسود والعفن يظهر فيه. ايه اللي حصل؟ ما المنتج كان سليم وزي الفل. هو سليم ظاهريا لكن هو فيه مايكرو اورجانيزم، لكن المايكرو اورجانيزم دي بسبب عدم وجود الرطوبه ما اشتغلتش لم تتاح لها الفرصه انها تنشط وتتكاثر، فبالتالي حضرتك مش حاسس بيها. لكن بوجود الرطوبه اللي هي نقطه الميه اللي جت على الدقيق او الذره او خلافه، بتبدا تنشط البكتيريا وتتكاثر ويظهر العفن اللي احنا بنشوفه. طيب نيجي لنوع تاني من المخاطر، وهو الخطر الفيزيائي. الخطر الفيزيائي هو اي شيء خارج التوصيف الطبيعي للمنتج الغذائي يمكن رؤيته بالعين المجرده. يعني ايه؟ يعني الفيصل في اعتبار الشيء ده خطر انه يكون خارج التوصيف الطبيعي للمنتج. وندي مثال، حضرتك لو بتشتري فراخ مجمدة كاملة او حتى فراخ غير مجمدة كاملة، هل العظم اللي موجود في الفرخة في الحالة دي يعتبر فيزيكال هازارد ولا يعتبر جزء من التوصيف الطبيعي للفرخة؟ اكيد هيعتبر جزء من التوصيف الطبيعي للفرخة، ده جزء من مكونات المنتج. حتى لما بتيجي تعمل توصيف للفرخة الكاملة، ايه حضرتك بتقول؟ فراخ كاملة بالعظم، او حتى اللحوم المحتوية على عظم بتكتب لحوم كاملة، لحوم تحتوي على عظم. فبالتالي العظم في الحالة دي هو جزء من التوصيف الطبيعي للفرخ. لكن لو انا جبت الفرخة دي بقى وخليتها من العظم، فبرغم ان العظم جزء من مكونات الفرخة، الا ان عملية الخلي دي غيرت من التوصيف الطبيعي للفراخ، من هي لحوم فراخ بالعظم الى لحوم فراخ خالية من العظم. فلو فرض ولقيت عظمة او جزء من العظم في الفراخ المخلية، ففي الحالة دي هيعتبر فيزيكال هازر. ناخد مثال تاني، لو انا جبت زيتون من سوبر ماركت، الزيتون الكامل طبيعي ان انا الاقي جوه الزيتون بذر الزيتون، صح كده؟ طب لو انا بشتري زيتون مخلي او مقطع شرائح، هل طبيعي ان انا الاقي في الزيتون برضو البذر؟ اكيد مش طبيعي ان انا الاقي فيه البذر. فكذلك الحال لو انا بتعامل مع المنتج على انه مخلي او شرائح، فوجود البذر في الحالة دي وبرغم ان البذر جزء من الزيتونة، الا انه هيعتبر فيزيكال هازارد، وبالتالي لازم يبقى عندي ضوابط تحكم تمنع او تقلل من فرص وجوده في المنتج النهائي. طيب الخطر الكيميائي، الخطر الكيميائي عندنا شرطين او عندنا حاجتين عشان نقدر نعتبر بيها المادة الكيميائية دي خطر على سلامة الغذاء. اول فرضية ان تكون اتفضل حضرتك دلوقتي انت قلت في الخطر البيولوجي ان لو البكتيريا افرازت توكسينات ده خطر فيزيائي، خطر كيميائي. تمام. التوكسين خطر كيميائي، طب لو الحشره دي ماتت في المنتج الغذائي هتبقى خطر بيولوجي؟ حشره ذبابه مثلا. الحشره الميته فيزيكال هازارد، لو حيه فيزيكال وبيولوجيكال هازارد، وممكن تكون كمان كيميكال هازارد، لان حضرتك ما تعرفش هي وقفت فين ولا هل هي تعرضت لمتبقيات مبيدات او مكافحه ولا لا. يعني الذبابه مثلا لو او البعوضه تقف على المنتج الغذائي ديت، ممكن نمثلها بثلاث اخطار. مخاطر الحشره نفسها، جسم الحشره نفسها فيزيكال هازارد، وجسم الحشره ده ممكن يكون عليه مايكرو اورجانيزم فهيبقى بيولوجيكال هازارد، ممكن تكون قبل ما تيجي تقف على المنتج بتاع حضرتك وقفت على مكان معامل بالمبيدات كنوع من المكافحة، فخدت جزء من المبيد ده نقلته للمادة الغذائية وبالتالي بقت كيميكال هازارد. تمام كده. تمام؟
تمام. شكرا جدا. الخطر الكيميائي، خطر الكيميائي يا اما جرعه غير مقبوله. يعني ايه جرعه غير مقبوله؟ يعني اوت اوف ليميتس، يعني زي ما كنا بنتكلم من شويه، عندي تشريع بيقول متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله في المنتجات الغذائيه، ده الاكسبتابل ليميت لمتبقيات المبيدات، لو زاد عنه اصبح جرعه غير مقبوله. بس كده؟ لا، ده انا ممكن يبقى عندي كيميكال هازارد بسبب استخدام مواد غير مصرح باستخدامها اصلا، اللي هي مواد كيميائيه غير مرغوبه او غير مصرح باستخدامها. ان انا استخدم كيميكالز مش مصرح اصلا انها تكون موجوده في الغذاء، او يحصل تلوث بالمواد الكيميائيه اللي غير مسموح بوجودها في المنتجات الغذائيه. يبقى يا اما انا عندي، انا بستخدم كيميكالز خارج او غير مسموح باستخدامها في المنتجات الغذائيه، يا اما عندي جرعه زياده عن الحد المسموح به. والحد المسموح به ده مش مقتصر بس على الملوثات زي متبقيات المبيدات او العناصر الثقيله، ده الحد المسموح به ده حتى للاضافات اللي انا بستخدمها. يعني كل ماده كيميائيه مصرح باستخدامها في المنتجات الغذائيه ليها حد معين للاستخدام، مش حضرتك مش بتضيف كده وخلاص، لا، لازم تبقى عارف. وده بيبقى ليه تشريع او ليه مواصفه خاصه بالحدود المسموح بها من المواد المضافه، كل ماده مضافه وليها نسبه معينه، لو زاد التركيز عن النسبه دي فبالتالي برغم ان الماده مصرح باستخدامها الا انها تعتبر كيميكال هازر لزياده الجرعه. على سبيل المثال الادويه الفيطريه والمضادات الحيويه، المواد المضافه، المبيدات الحشريه والمطهرات، الهيفي ميتال سواء رصاص، زنك، كادميوم، زرنيخ، كل الكلام ده هيعتبر كيميكال هازر. يبقى احنا قلنا من شويه الفيزيكال هازرد الفايتال باعتباره خطر انه يكون خارج التوصيف الطبيعي للمنتج، الكيميكال هازرد الفايتال باعتباره خطر ان هو يا اما يكون مواد غير مصرح باستخدامها او انها تكون جرعه زياده عن المسموح به. دي بعض مصادر الخطر الفيزيائي اللي محتمل يصدر عنها تلوث بالاجسام الغريبه، مواد التعبئه والتغليف، أنشطة البيست كنترول زي المثال اللي الباشمهندس قاله من شوية، الحشرة نفسها ممكن تكون فيزيكال هازر، أعمال التخريب، المباني نفسها، أعمال الصيانة، المكونات اللي أنا بستخدمها ممكن يجي لي معاها فيزيكال هازر، الماكينات، اللوحات، الإعلانات، عشان كده بنقول ممنوع إن أنا أستخدم لوحات إعلانات داخل صلاة الإنتاج، ولو أنا هستخدمها يفضل إن هي تكون بعيدة عن خطوط الإنتاج ويكون عليها كفر عشان احميها او احمي المنتج منها انها تكون مصدر للتلوث. كل الكلام ده يكون ممكن يكون مصدر للتلوث بالمخاطر الفيزيائيه. المخاطر الفيزيائيه في تدابير تحكم كتير قوي ممكن نستخدمها لمنع الخطر. على سبيل المثال ان انا يبقى عندي فيزيكال سكريننج او فحص بصري لخطوط الانتاج زي عمليات الفرز اليدوي اللي بتتم، او عمليات النخل واستخدام الفلاتر والمرشحات، استخدام الكاشف المعادن او الاكس راي او المغناطيسات، او عمليات الغسيل والتنظيف وخلافه، او ابسط او اقل هذه المعايير وهو الشراء من مورد معتمد. انشطه الصيانه الوقائيه واستبدال الاسطح الباليه او التالفه، ده يعتبر احد ضوابط التحكم اللي بتقلل من خطر الاجسام الغريبه او الخطر الفيزيائي. الخطر الكيميائي واحنا قلنا عليه امثله كتير، في عندنا حاجتين للخطر الكيميائي، يا اما بيتواجد طبيعيا سواء في الماده الخام او في بيئه التصنيع زي متبقيات المبيدات، زي السموم الفطريه، زي المعادن الثقيلة، زي المضادات الحيوية والهرمونات بالنسبة للحوم، زي السموم الطبيعية اللي بتوجد في أنواع من الأغذية زي المشروم وغيرها، أو المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع أو الموجودة في بيئة التصنيع زي الشحوم والزيوت المستخدمة في المعدات والأدوات الموجودة في بيئة التصنيع. تفضل يا هندسة. مش ممكن احنا نصنف برضه الصدى خطر كيميائي؟
حلو السؤال. الصدى هيصنف كخطر فيزيائي في حالة ان المنتج الغذائي اللي تلوث بالصدى ده كان في صورة صلبة. يعني ايه؟ يعني حضرتك مفيش مية في المنتج، وبالتالي الصدى او اثار الصدى اللي هي برادة الحديد اللي اتفرز دي، او الحديد اللي مصفر ده او اللي لونه بني ده، ده الصدى. فده فيزيكال هازارد، حاجة انا شايفها بعيني. طيب لو الصدى ده وقع في منتج سائل وبالتالي حصل انفصال لجزيئات من برادة الحديد اللي هي المية، اتغير لونها مثلا من الشكل الابيض او الشفاف، اصفرت نتيجة الصدى ده، بقى كيميكال هازارد. فهو ممكن يصنف كخطر فيزيائي في حالة المنتجات الصلبة، وممكن يصنف كخطر فيزيائي وكيميائي في حالة المنتجات السائلة. تمام؟ معايا هندسة ولا؟ طيب التلوث بالمواد الكيميائية أثناء التحضير أو أثناء التصنيع نتيجة الأبخرة المتصاعدة أو كيماويات التنظيف أو المضافات أو الإضافات الزائدة عن الحد المسموح به، وآخر حاجة حدوث الهجرة من مواد التعبئة والتغليف أو الميجريشن للمنتج الغذائي. وقصة الميجريشن دي من أحد المتطلبات الهامة جدا اللي بنستخدمها عشان نتأكد إن المنتج الغذائي، سوري، إن مواد التعبئة والتغليف دي مغشوشة ولا لا. طيب ايه قصة الميجريشن دي او الهجرة دي؟ الموضوع ببساطة ده عبارة عن اختبار بيتم تعريض المواد التعبئة اللي بتستخدم او اللي بيستخدم في تعبئة المواد الغذائية بشكل مباشر، بتلامس المادة الغذائية بشكل مباشر زي البرطمان الزجاج او العبوة البلاستيك ازازة المية او الصفيحة اللي بيتعبى فيها المنتج الغذائي بشكل مباشر، بتتعرض لنوع معين من الاختبارات في وجود المية او في وجود الاحماض او الزيوت. ودي الثلاث انواع من الوسائط اللي ممكن نستخدمها او الشائع استخدامها في تعبئة المواد الغذائية، يا اما مية، يا اما براين او محلول، يا اما زيت. هي دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها كوسيط في تعبئة المواد الغذائية. بيتم تعريض المنتج مواد التعبئة والتغليف ايا كان نوعها في وجود الوسط اللي احنا قلناه عليه ده لدرجة حرارة تصل ل 60 درجة مئوي، عشان بيتم تحليل العناصر الثقيلة في المادة الغذائية عشان او في المية او في الزيت او خلافه، عشان يقدروا اذا كان حصل تفاعل ما بين مواد التعبئة والتغليف وما بين المادة او الوسيط اللي محطوط فيها، وحصل انتقال لمتبقيات العناصر الثقيلة من المادة الغذائية للمنتج اللي محفوظ جواه. استاذنكم ثانية. طيب بعض أمثلة ضوابط التحكم اللي بتستخدم للتحكم في الخطر الكيميائي. اتفضل يا مستر. هندسة معلش، هو بالنسبة للميجريشن دوت كده التحليل ده بيتم في المصنع ذات نفسه ولا بيتم في المصنع الخارجي؟ لا، الميجريشن مفيش إلى الآن شركة في مصر عندها جهاز لاختبار الميجريشن، لأن الجهاز غالي جدا واستخدامه بيكون في أضيق الحلول، في أضيق الحدود آسف. فبالتالي بنلجأ كلنا للتحليل في معمل معتمد 17025، او يعني حاصل على شهادة الايزو 17025 في اختبار الميجريشن، مش في اي اختبارات، لان الاعتمادات لازم حضرتك تبقى عارف او لازم نبقى كلنا عارفين ان اعتماد معمل او اعتماد الشركة بيكون في مجال او في حاجة معينة. يعني لما حضرتك شركة تقول لك أنا معتمدة كشركة معايرة أو كشركة أو معمل أو حتى شركة تدريب تقول لحضرتك الشهادة دي معتمدة، حضرتك لازم تطلب منه الشهادة بتاعة الاعتماد، تقول لحضرتك لو سمحت أنت مكان معتمد؟ آه. طب لو سمحت ممكن تبعت لي الشهادة بتاعة الاعتماد بتاعة حضرتك؟
والشهاده بيبقى مكتوب فيها السكوب اللي الشركه او المعمل معتمد فيه. حضرتك بتراجع السكوب ده وتتاكد ان الاختبار اللي حضرتك عايز تعمله او الجهاز اللي انت عايز تعايره او التدريب اللي انت هتاخده جزء من السكوب بتاع الاعتماد، غير كده مفيش حاجه اسمها اعتماد. اعتماد ختم النسر، اعتماد وزاره الخارجيه، اعتماد المعهد الفلاني، اعتماد المعهد العلاني، كل الكلام ده كلام فاضي، ده مش اعتماد، ده مجرد توثيق للشهاده ومش هيفيد حضرتك في السوق المحلي الا لو انت مسافر بره مصر. توثيق من الخارجيه او الاعتماد بختم النت ملوش اي قيمه مضافه للتدريب غير لو انت مسافر بره مصر. لو حضرتك هتستخدمه هنا الشهاده اللي بختم النتر او ختم الخارجيه او ايا كان من اي مكان ما هي الا استفيد منها غير الماده العلميه والاستفاده العلميه اللي انت استفدتها من المكان فقط لا غير. طيب امثله على ضوابط التحكم المختلفه في الخطر الكيميائي، برضو هتلاقي الموردين المعتمدين مكملين معانا في كل انواع المخاطر، استخدام عمليات التغليف الامن، فصل المواد الكيميائيه عن الاغذيه، عدم تخزين الاغذيه في عبوات كيميائيه قديمه، عدم تخزين المواد الكيميائيه في حاويات غير مميزه. ويمكن الحته دي بالتفصيل جايه في بند من بنود مواصفه البي ار سي، وذكرت صراحه ان الميث ليبلنج لو في مواد كيميائيه غير معرفه ما عليهاش بطاقه بيانات تعتبر حاله عدم مطابقه وتحاسب عليها الشركه، لان عدم وجود بطاقه البيانات معناها ان انت سمحت لفرصه كبيره جدا للاستخدام الخاطئ، وبالتالي بقى في احتماليه عاليه ان المنتج يكون غير امن. ان انا اعمل تخفيف لتركيز المواد المستخدمه بشكل صحيح ده ممكن يكون احد ضوابط التحكم. عمليات الشطف بعد التنظيف الكيميائي سواء بالمنظف المواد الكيميائيه او خلافه، عمليات حمايه الغذاء بعد اعمال التنظيف ومكافحه الافات، استخدام الكيماويات من الدرجه الغذائيه ده برضو احد ضوابط التحكم. خطر الإشعاع. الإشعاع كل طبقا لمواصفة الايزو 22000 هي المكونات الغذائية المحتوية أو الملوثة على الإشعاع أو متبقيات الإشعاع. كلنا عارفين مكان اللي بيبقى موجود على مداخل المطارات وفي المترو ومحطات القطارات، ده أحد أنواع الكشف بالإشعاع عن المخالفات. الطول الموجي بتاع الاكس راي اللي موجود في محطات القطارات وخلافه ده راديولوجيكال هازارد او خطر اشعاعي، والاشعاعات لو حضرتك معاك منتج غذائي وداخل المطار او داخل المترو بلغ الامن ان انت الشنطه اللي معاك دي فيها اكل وخليه يفتشها تفتيش ذاتي احسن من ان انت تعديها من تحت الجهاز، لان المنتج الغذائي هيتعرض للاشعاع وهيحتفظ بنسبه من الاشعاع ده لمده طويله بتصل في بعض الحالات ل 48 ساعه، وبالتالي حضرتك هتستهلك الماده الغذائيه دي. لو استهلكتها خلال المده دي حضرتك كلت منتج ملوث بالاشعاع، والاشعاع ده زي وزي الخطر الكيميائي هيخزن في الجسم وهيعمل خلل في الاعضاء الحيويه للجسم، وبالتالي هيجيب بقى السرطانات والامراض اللي احنا بنسمع عنها. طيب انا مصنع وكل منتجاتي او المكونات بتاع المنتجات بتاعتي انا بشتريها من السوق المحلي، فهل انا مطالب ان انا اعمل تحليل للمخاطر للخطر الاشعاعي بشكل رسمي؟ حضرتك مطالب ان انت تعمل تحليل للمخاطر، ولكن على في الواقع لما حضرتك تيجي تعمل تحليل المخاطر هتلاقي نفسك بتكتب في كل الخطوات ان الخطر الاشعاعي غير موجود غير موجود غير موجود، فعشان تسهل على نفسك بتيجي في اول الخطه وبتكتب ان جميع المكونات مصنعه محليا ولا يوجد احتماليه لوجود خطر التلوث بالاشعاع، وبالتالي انا عملت ديكليريشن في الخطه بتاعتي ان المنتجات اللي عندي لا هي هتتعامل بالاشعاع ولا انا بستلم خامات ممكن تكون معرضه للاشعاع. طب
طب امتى يبقى عندي احتماليه لوجود اشعاع؟ لو انا بشتري خامات مستورده وما اعرفش مصدرها جاي منين، او هي جايه من دول مشهور او معروف عنها انها ملوثه بالاشعاع. في الحاله دي حضرتك لازم تتاكد ان المواد الخام اللي جايه لك خاليه من الاشعاع. وضابط التحكم الوحيد اللي يساعد حضرتك ان انت تعمل القصه دي هو الافراج الجمركي. لازم حضرتك تاخد نسخه من الافراج الجمركي للخامات المستورده كدليل مادي على ان الخامات دي خاليه من الاشعاع وبالتالي سمح بدخولها الى الدوله، لان عندنا في الجمارك في اجهزه كشف عن الاشعاع، ولو الخامات دي تعرضت معرضه للاشعاع او ملوثه بالاشعاع هيتم وقفها وهتتمنع دخولها لمصر. فبالتالي وجود الافراج الجمركي دليل على ان الماده دي خاليه من الاشعاع. طيب انا ما عنديش افراج جمركي وعندي مواد بستوردها من بره ومعرفش اذا كانت الدوله دي ملوثه بالاشعاع او لا، في الحاله دي حضرتك مطالب ان انت تعمل تحليل ولو مره في السنه للماده دي في هيئه الطاقه الذريه هنا في مصر او في اي معمل بره مصر عشان تتاكد انها خاليه من الاشعاع. مسببات الحساسيه، واظن احنا اتكلمنا في مسببات الحساسيه دي بما فيه الكفايه. قلنا مسببات الحساسيه طبقا للتشريع الاوروبي 1169 لسنه 2011 عندنا 14 ماده بتحتوي على مسببات الحساسيه، منها الصويا والجلوتين والحبوب والحليب وغيره. طيب من ضمن ضوابط التحكم اللي بنستخدمها عشان نمنع او نقلل الخطر الموردين المعتمدين، تجنب التلوث من مسببات الحساسيه، الفطن والتغليف الجيد للخامات والمنتجات، كل الكلام اللي احنا شايفينه ده ممكن نستخدمه واتكلمنا عنه قبل كده بشكل كبير. طيب امتى اكون مطالب باعاده النظر في تقييم المخاطر او في تحليل المخاطر مره اخرى بعد ما عملت خطه الهصب؟ يعني حضرتك عملت خطه هصب وبعدين حصل تغيير في مصدر او في نوع المواد الخام، فانت لازم تعمل ري اسسمنت تاني او لازم تعمل تحليل وتقييم للمخاطر مره تانيه عشان تتاكد ان تغيير المورد او تغيير الماده الخام ده مش هيضيف لك خطر جديد للمنتج النهائي. كذلك الحال في تغيير، اذا حصل تغيير في الريسبي بتاعه المنتج او التركيبه بتاعه المنتج او خطوات التصنيع او طرق التعبئه والتغليف او مواد التعبئه والتغليف او حتى في طرق التوزيع او في الاستخدام المقصود للمنتج، لازم نعمل ري اسسمنت تاني للخطه وبنراجع خطه الهصب تاني بالكامل. واهم جزء فيها ان انا لازم اراجع تاني تحليل وتقييم المخاطر عشان اضمن ان التغيرات اللي حصلت دي مش هتضيف لي خطر جديد للمنتج. طيب احنا عشان نعمل تحليل المخاطر مش هقعد اقول الخطر ده خطر عالي والخطر ده خطر متوسط والخطر ده خطر ضعيف. احنا قلنا ان الريسك هو حاصل ضرب الشده في الاحتماليه، فانا هقول خطر عالي في خطر في احتماليه عاليه في شده عاليه هيبقى الناتج ايه؟ يعني مش منطقي. فبنحول المعايير الوصفيه اللي احنا بنسميها اللي احنا قلناها من شويه اللي هو خطر حرج او خطر عالي او متوسط او ضعيف او احتماليه ضعيفه او عاليه ومتوسطه لقيم رقميه، وبنعمل بيها ماتريكس او مصفوفه زي اللي احنا شايفينها دي. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه دلوقتي احنا قلنا مثلا المصفوفه بتاعتنا هتبقى عباره عن 3 في 3. فقلنا ان الخطر الكريتيكال او الحرج هياخد درجه 3، الخطر المتوسط هياخد 2، الخطر الضعيف هياخد 1. كذلك الاحتماليه غير محتمل الحدوث او محتمل الحدوث او كثير الاحتمال او متكرر، يعني زي ما احنا شايفين. وحاصل ضرب الشده في الاحتماليه هيديني الجدول اللي احنا شايفينه دلوقتي. فبالتالي بناء على الجدول ده احنا بنحط لنفسنا مدى للتقييم، فبنقول والله من 1 ل 2 ده هيعتبر خطر ضعيف على سلامه الغذاء،
وبالتالي نون سيجنيفيكانت بهاز من 3 ل 4 هيعتبر خطر متوسط، ومن 6 ل 9 هيعتبر خطر شديد على سلامة الغذاء، وفي الحالتين هيعتبر سيجنيفيكانت هازر. طيب واحنا عملنا الماتريكس دي جبناها منين؟ احنا حرفيا اخترعناها عشان نغير المعايير الوصفية من قيم بالوصف لقيم عددية نقدر نعمل بيها عملية الضرب زي ما قلنا الشدة في الاحتمالية. طب هل الماتريكس دي لازم كلنا نعمل الماتريكس بالشكل ده وكل المصانع بتستخدمها بالطريقة دي؟ لا، الموضوع ده معمول طبقا للبيست براكتس. ممكن شركة بتعملها 3 في 3، ممكن شركة تانية تعملها 5 في 5 زي ما احنا شايفين كده، ممكن شركة تعملها من 1 ل7، اعملها زي ما حضرتك تحب. المهم يبقى عندك ماتريكس تساعدك في عملية تحديد الشدة والاحتمالية. زي المثال اللي احنا شايفينه دي معمولة من 1 ل5، فالراجل قال والله الغير محتمل نهائي يعني مستحيل يحصل هيديله 1، الغير محتمل بس يعني نادر الحدوث اداله 2، متوقع الحدوث يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش اداله 3، محتمل ان هو يحصل يعني احيانا بيحصل فاداله 4، انما محتمل جدا يعني بيحصل باستمرار اداله 5. ده الاحتماليه. شده التاثير قال لك الشديد قوي ده اللي هيسبب امراض مزمنه اداله 5، انما الكبير ده اللي هيسبب امراض عاديه اداله 4، انما المعتدل ده اللي بيسبب او هينتج عنه استرجاع المنتج بس، مش هيسبب ضرر للمستهلك لكن هيتخليني استرجع المنتج من السوق فاداله 3. البسيط خالص اللي هو هيخلي العميل يشتكي بس المنتج هيظل مع العميل اداله 2. يمكن اهماله او حاجه يعني لا تذكر ده لا مش هيسبب اي عواقب من اي نوع وده اداله 1. كده فهمنا احنا ازاي بنعمل الماتريكس سواء من 1 ل5 او من 1 ل3. الصوفت يو استخدمها زي ما انت عايز، المهم يبقى عندك الماتريكس اللي لما تيجي تعمل زي ما احنا شايفين كده الريسك اسسمنت وتحول اللايكلي هود او الاحتماليه لقيم عدديه، والسيفيريتي اللي هي شده التاثير لقيم عدديه، تقدر تطلع السيفيريتي ديجري او شده الخطوره بتاع كل خطر زي ما احنا شايفين. ده مثال للجدول اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل البند الاولاني اللي هو الهازارد اناليسيس. طيب احنا عاملين مثال هنا لخطوه من خطوات التصنيع وهي الاستلام، وقلنا البروسيس هي الاستلام، الهازارد تايب نوع الخطر فيزيكال وكيميكال ومايكروبيولوجيكال والالرجن. واحد هيقول لي طب فين الاشعاع؟ احنا اتكلمنا بقى في الاشعاع ان احنا الاشعاع ده مش خطر شائع ومش شرط ان احنا نعمله في الخطه، يكتفي ان احنا نقول ان احنا ما عندناش خامات مستورده والخامات كلها محلي، او ان انا اقول ان انا بعتمد على الافراج الجمركي في قضاب التحكم في التعامل مع الخطر الاشعاع. طيب على سبيل المثال الخطر الفيزيائي قلنا وصف الخطر وجود اجسام غريبه من العمال او من الماده الخام. احنا قلنا مثلا على سبيل المثال احتمالية الحدوث 3، شدة التأثير 2، وبالتالي حاصل ضرب الشدة في الاحتمالية اداني 6. 6 لو احنا فاكرين على الماتريكس دي ده خطر ايه؟ متوسط على سلامة الغذاء، معناها ان هو significant hazard. ده ابسط مثال ممكن نحاكي بيه ازاي نعمل تحليل وتقييم للمخاطر. لحد هنا في اي مشكلة؟ تحديد نقاط التحكم الحرجة. احنا قلنا قبل كده ان نقطة التحكم الحرجة هي نقطة في العملية اقدر فيها اطبق المعايير او تدابير التحكم الضرورية لمنع او تقليل الخطر للمستوى المقبول. عشان احدد نقاط التحكم الحرجة فانا بستخدم شجرة القرار، واحنا هنشوف مع بعض دلوقتي شجرة القرار طبقا لمنهجية الكودكس.
شجرة القرار طبقا لمنهجية الكودكس هي عبارة عن أربع أسئلة وسؤال فرعي، يعني توتال خمس أسئلة. السؤال الأولاني زي ما احنا شايفين كده بيقول لحضرتك هل في تدابير تحكم؟ لو حضرتك قلت لا ما عنديش تدابير تحكم فهيوديك على السؤال الثاني زي ما احنا شايفين دلوقتي، وهيسأل السؤال الفرعي هل التحكم في الخطوة دي ضروري لسلامة الغذاء؟ لو حضرتك قلت اه ضروري زي ما احنا شايفين هيقول لك عدل الخطوة او المنتج وحط التدابير التحكم عشان تضمن بيها سلامة الغذاء، وبعدين ارجع تاني اسأل نفسك بقية الأسئلة. طيب لو حضرتك قلت لا ما عنديش تدابير تحكم وما عنديش والتحكم هنا مش ضروري للسلامة، فهيقول لك مباشرة مش سي سي بي وخش على الخطوة اللي بعدها. يعني شجرة القرار بتاعة الكودكس بتقول لحضرتك حاجة واحدة فقط، هل النقطة دي نقطة تحكم حرجة أم لا؟ أما فكرة إن النقطة دي نقطة تحكم حرجة أو مش نقطة تحكم حرجة فأنا بسميها OBRB أو هسميها CCB، الكلام ده غير صحيح بالمرة. شجرة قرار الكودكس بتقول لحضرتك النقطة دي CCB أو لا، مفيش أوبشن تاني. طيب هعرف حضرتك كمان شوية ازاي تطلع الـ OBRB من شجرة القرار بتاعة الكودكس، وهوريكم كمان شوية اكسل شيت فيها دي شجرة القرار بتاعة المواصفة الايزو 22000. هي مش معمولة في المواصفة كشكل شجرة قرار، لكن هو حاطط البنود اللي المفروض حضرتك تعملها او تستخدمها عشان تحدد نقاط التحكم الحرجة وتحدد البي ار بي وتحدد الاو بي ار بي من الشجرة دي. انا عملتها او احنا عملناها يعني بالتعاون مع الاستشاريين اللي احنا بنشتغل معاهم، عملناها بصورة اكسل شيت تقدر حضرتك من خلاله تدخل او تجاوب على الاسئلة، وبناء على اجابات الاسئلة الاكسل شيت هيطلع لحضرتك مباشرة اذا كانت النقطة اللي انت بتعمل لها تحليل دي بي ار بي او او بي ار بي او سي سي بي. طيب خلينا نكمل شجرة القرار دي ونشرحها الاول وبعدين نشوف الاكسل شيت مع بعض. السؤال الثالث بيقول لحضرتك هل الخطوة دي مصممة خصيصا عشان تمنع او تقلل الخطر؟ اوتوماتيك لو حضرتك قلت اه هتروح على الاجابة النهائية ان دي سي سي بي، لان ده التعريف اصلا بتاع سي سي بي، ان السي سي بي هي النقطة المصممة خصيصا عشان تمنع او تقلل الخطر. فلو حضرتك قلت اه هي مصممة خصيصا عشان كده بقت سي سي بي. طيب لو انا قلت اه وهي بقت سي سي بي وجيت اطبق عليها اشتراطات السي سي بي ولقيت انها ملهاش كريتيكال ليميت، ففي الحالة دي شجرة القرار قالت لحضرتك انها سي سي بي، ولكن لعدم تطابق اشتراطات السي سي بي غيرت تصنيفها من سي سي بي لاو بي ار بي. خلينا ناخد مثال، حضرتك قلت الخطوة بتاعتك فيها فلتر، والفلتر ده هي تدابير التحكم اللي انت بتستخدمها عشان تقلل او تمنع الخطر الفيزيائي، فبالتالي الفلتر ده إجابة السؤال الأولاني عندك تدابير تحكم. السؤال الثالث هل تدابير التحكم دي مصممة خصيصا عشان تمنع أو تقلل الخطر؟ فهتلاقي نفسك بتقول آه أنا حاططها مخصوص عشان أمنع الخطر الفيزيائي، فالمفروض تبقى لشجرة قرار الكودكس إنها بقت سي سي بي. أجي بقى أحط اشتراطات السي سي بي على النقطة اللي أنا حددتها، يعني حدد لها كريتيكال ليميت، هلاقي الكريتيكال ليميت ده ايه؟ ان ميجرابل، غير قابل للقياس، فغيرت تصنيفها من سي سي بي لاو بي ار بي. عرفنا ازاي من شجره القرار القديمه بنطلع الاو بي ار بي؟ واضحه الجزئيه دي كده؟ تمام. لو انا افترضت ان انا في السؤال الثالث قلت لا النقطة دي مش مصممة خصيصا عشان تمنع او تقلل الخطر، فهيبعتني على السؤال الرابع، هل التلوث اللي انا حددته
بيحصل او بيتجاوز الحد المسموح به او بيزيد بصوره غير مقبوله، يعني ايه؟ يعني احتماليه حدوثه عاليه، كل شويه بيحصل كل شويه بيحصل، او بيبقى في اوفر ليميت بشكل متكرر. لو حضرتك قلت اه هيوديك على السؤال الخامس، لو قلت لا هيقول لك خلاص يا عم كفى الله المؤمنين شر القتال، النقطه دي مش سي سي بي وخش على الخطوه اللي بعدها. فلو احنا افترضنا ان احنا قلنا في السؤال الرابع نعم والخطر بيحصل بيزيد بشكل غير مقبول او بيتجاوز الحد المسموح به بصوره متكرره، فهنخش على السؤال الخامس، هل في خطوه جايه ممكن تمنع او تقلل الخطر للاكسبتابل ليفل للحد المسموح به؟ لو قلنا نعم فيبقى دي مش نقطه تحكم حرجه، والخطوه الجايه اللي احنا قلنا هي هتمنع او تقلل الخطر هي اللي هتبقى سي سي بي، ولو قلنا لا يبقى النقطه دي هي اللي سي سي بي. في واحد من الزملاء بعت سؤال بيقول لو انا عندي اتنين نقطه بتمنع نفس الخطر وليها حد حرج مثلا زي البسطره والتعقيم، فازاي اجيب من الشجره الاو بي ار بي؟ بمنتهى البساطه احنا قلنا عشان افرق ما بين الاو بي ار بي والسي سي بي انا محتاج يتوفر عندي اكتر من شرط. اولا عشان اقول النقطه دي سي سي بي الى جانب الاشتراطات اللي احنا عارفينها لازم تبقى السي سي بي دي اخر نقطه بتمنع او تقلل الخطر. يعني ايه؟ يعني زي المثال اللي حضرتك بتقوله، انا عندي بسطره وعندي تعقيم، فبالبسطره لسه هتمنع الخطر المايكرو اورجانيزم او هتقلله، وكذلك التعقيم هيمنع الخطر المايكرو اورجانيزم، فالتعقيم هو اللي سي سي بي. طب ما البسطره تمنع الخطر ولكن لانها مش اخر نقطه تحكم حرجه ويمكن الاستغناء عنها، فانا غيرت تصنيفها من سي سي بي لاو بي ار بي. ليه؟ لان انا عندي خطوه جايه هي اللي هتاليمينيت وهي اللي هتبقى مصممه خصيصا عشان تمنع او تقلل الخطر. لو حضرتك جيت في المثال اللي انت بتتكلم عليه وسالت نفسك سؤال ان هل انا بعمل البسطره فعلا عشان اقضي على المايكرو اورجانيزم ولا انا بعمل تعقيم عشان اقضي على المايكرو اورجانيزم؟ منطقيا انا عامل التعقيم عشان يقضي لي على الخطر. طب انا حاطط البسطره هنا ليه؟ ممكن اكون حاطط البسطره عشان بحتاجها مثلا بستخدمها في تسخين اللبن، او بعملها عشان معامله من عشان احافظ على خاصيه من خواص الجوده، او حتى عشان اقلل الخطر شويه. فكل ده هيليد او هيديني في النهايه او هيقول لي في النهايه ان الخطوه دي مش مصممه خصيصا عشان تمنع او تقلل الخطر. مثال تاني عشان ااكد لحضرتك الفكره اللي انت بتسال عنها. انا عندي فلتر وعندي اكس راي. الفلتر وبعديه الاكس راي. فايهما ادق في القضاء على الخطر؟ الفلتر ولا الاكس راي؟ اكيد الاكس راي هيمنع بشكل كامل اي حاجه انها تعدي، انما الفلتر مش هيبقى اكيوريت قوي او دقيق قوي زي الاكس راي. فبالتالي انا برغم ان انا عندي فلتر هيمنع او هيقلل الخطر، لكن انا الاولى ان انا اعتمد على نتائج الاكس راي، ولان نتائجها هتبقى ادق اكتر بكتير قوي من الاعتماد على الفلتر. شجره القرار اللي موجوده في مواصفه الايزو اول سؤال فيها بيقول لحضرتك severity of sequence in case of control measure failure، شدة تأثير فشل ضوابط التحكم. يعني ايه اللي هيحصل لو الفلتر اللي احنا حطيناه ده فشل في السيطرة على الخطر؟ فأول جزء أو أول سؤال في الأوبشن الأولاني بيسأل حضرتك هل الكنترول ميجر ده مؤثر بنسبة 100% في ان هو يمنع الخطر ولا غير مؤثر؟ ففي حالة الفلتر احنا شايفين كده على اليمين هنا مدلول كل قيمة، لو احنا قلنا افكتيف فمعناها هنجاوب بواحد، لو قلنا نوت افكتيف هنجاوب بصفر،
لو قلنا ان في السؤال الثاني لو احنا قلنا بيسأل حضرتك هو الضابط التحكم اللي احنا بنتكلم عنه ده موقعه بالنسبة لضابط التحكم الثانية قبل ضابط التحكم الثانية ولا بعدها؟ زي ايه؟ زي المثال بتاع الفلتر في الحالة بتاعتنا هو بعد، فلو قلنا بعد هندي صفر. يبقى خلينا نملى كده الاكسل شيت مع بعض. احنا قلنا هيبقى مؤثر، خلينا نقول ان هو هيبقى مؤثر. طيب قبله ولا بعد؟ لا بعد. طيب هل الفلتر هيمنع 100% الاجسام الغريبه انها تعدي ولا هيقلل فرص حدوثها؟ ها نفكر كده بصوت عالي مع بعض، نفتح المايك. هيقلل. لو قلنا هيقلل فالاجابه هتبقى برضو صفر. طيب هل الفلتر ده اجراء تحكم مفرد ولا مركب؟ مركب على سبيل المثال مثلا كلمه مركب زي وقت وحراره مثلا، حاجتين مع بعض، فهل الفلتر ده مفرد ولا مركب؟ حاجه واحده. فيبقى ايه؟ مفرد. فلو قلنا مفرد هنديله واحد. طيب نخش على النص الثاني في الشجره. النص الثاني في الشجره بيقول لك جدوى ضابط التحكم، يعني قد ايه ضابط التحكم ده فعال في ان هو يمنع او يقلل الخطر. اول حاجه في السؤال ده بيسال حضرتك هل ضابط التحكم ده مشاهده ولا قياس؟ الفلتر ده مشاهده ولا قياس؟ مشاهده. حلو. لو احنا قلنا observation هنديها صفر. طيب لو احنا قلنا جدوى المراقبه بنقدر نراقب، ممكن نراقبه ولا صعب ان احنا نراقبه؟ لا ممكن نراقبه عادي طالما مشاهده. يعني انت مراقبه ايه؟ طالما في مشاهده هيكون في مراقبه. حلو. طيب هل احنا هنقدر نعمل تصحيح فوري في حالة الفشل ولا مش هنقدر في حالة الفلتر؟ ايوه ممكن نغير الفلتر. نغير الفلتر. هتقدر ازاي؟ نغير الفلتر. يعني اضرب لك مثال عشان ابين لك الفكرة. يعني ايه تصحيح فوري؟ يعني مثلا في حالة الميتال ديتكتور لو حصل واجسام غريبة عدت تحت الميتال ديتكتور هيروح الميتال ديتكتور عامل ريجكشن فورا للمنتج اللي فيه اجسام غريبة. انما في حالة الفلتر لو الفلتر اتخرم او اتقطع حضرتك هتكتشف ده امتى؟ في المنتج النهائي. بعد ما يطلع المنتج النهائي هتلاقي فيه الاجسام الغريبة، صح؟ ونعمل تحليل. ايه؟ ايوه صح. فبالتالي انا مش هقدر اعمل تصحيح فوري، فالاجابة هتبقى ايه؟ برضه صفر. احنا خدنا بالنا الجدول ده فيه ايه؟ مكتوب في الجدول ايه؟ بي ار بي. ليه؟ الجدول ده شغال على الماتريكس اللي احنا شايفينها تحت دي. الماتريكس دي بتقول ان عواقب الفشل في السيطرة على الخطر وشدة تأثير الكلام ده احنا عاملينها ماتريكس من 1 لـ 4 في 1 في 3. يعني ايه؟ يعني شدة تأثير او عواقب الفشل في التحكم اديناها درجة من 1 لـ 4، ومرونة ضابط التحكم ده في منع او تقليل الخطر اديناها من 1 لـ 3، فطلعت الماتريكس اللي احنا شايفينها دي. الماتريكس دي قالت لنا ان الخطر لو طلع عندنا عواقب التحكم في الخطر قليلة والمرونة بتاعته قليلة معناها ان النقطة دي هي هتبقى ايه؟ بي ار بي. لو طلعت عواقب متوسط والخطورة قليلة هتبقى او بي ار بي. لو طلعت العواقب عالية والمرونة قليلة برضه او بي ار بي. الحالة الوحيدة اللي ممكن تصنف فيها النقطة دي سي سي بي
هي ان يكون عواقب الفشل عاليه وان المرونه في التحكم تبقى عاليه. طب تعالوا بقى ناخد نفس المثال اللي احنا قلناه ده على الاكس راي. هل الاكس راي مؤثر ولا مش مؤثر؟ اه مؤثر. طب هل موقعه بالنسبه لضوابط التحكم بعد ضوابط التحكم؟ هل الاكس راي هيمنع ولا يقلل؟ نخلي بالنا من الجدول الاصفر اللي تحت ده. نبص عليه اول ما غير الصفر دي لواحد نشوف هيحصل ايه. طيب لو احنا قلنا المثل الاكس راي دي هتبقى ميجرابل ما هياش مشاهده. ايه اللي حصل؟ اتغير الجدول الاصفر من بي ار بي لايه؟ لو بي ار بي. طب تعالوا بقى نكمل ونقول له هل الاكس راي ده هيعمل تصحيح فوري ولا لا؟ اه هيعمل تصحيح فوري، اوتوماتيك غيرها من سي سي بي من او بي ار بي لايه؟ لسي سي بي. مثال البسطره والتعقيم. خلينا ناخد البسطره الاول وبعدين التعقيم. هل البسطره مؤثر ولا مش مؤثر؟ اه مؤثر. موقعها بالنسبه لضوابط التحكم الثانيه بعد قبل. شايفين ايه اللي حصل اول ما غيرنا دي؟ بقت او بي ار بي. اول ما قلنا لا موقعها مختلف بقت او بي ار بي. بتمنع؟ اه يا عم بتمنع. مفرد؟ اه مفرد. ميجرابل؟ اه ميجرابل. ممكن تتراقب؟ اه ممكن تتراقب. بتعمل تصحيح فوري؟ اه هتعمل تصحيح فوري. فالكونكلوجن قال لحضرتك ايه؟ ده او بي ار بي. طب تعالى ناخدها بقى على التعقيم. هي نفس الكرايتيريا بس بقى موقعها بعد ضوابط التحكم اتغيرت من او بي ار بي لايه؟ لسي سي بي. هو المصانع كلها شغاله بالديشن تري؟ ايوه يا فندم. مفيش عند حضرتك اي ميكانيزم تحدد بيها شجره القرار، تحدد بيها عذرا السي سي بي او الاو بي ار بي غير باستخدام شجره القرار. يا اما شجره القرار بتاعه الكودكس، يا اما شجره القرار المنصوص عليها صراحه في مواصفه الايزو 22000. ثانيه واحده هعرض لكم الجزء ده من المواصفه اللي بيتكلم عن شجره القرار. قولوا من العرض الكلام ده ان انا عايز اقول لكم ان شجره القرار او الاكسل شيت اللي حضراتكم شايفينها دي ما هياش حاجه انا مخترعها من دماغي او مألفها. دي حاجه اوريدي احنا بنستخدمها طبقا للمواصفه اللي احنا بنشتغل عليها. دي حاجه المواصفه هي اللي قالت عليها، مش احنا مش مخترعينها. يعني كل القصه ان احنا خدنا الكلام ده وحطيناه في الاكسل شيت اللي حضراتكم شايفينها دي عشان نسهل على نفسنا ان احنا نحصل على النتيجه بشكل فعال. تمام كده؟ الاسئله بتاعتها دي مترجمه بالعربي للناس اللي بتحب تشتغل عربي، وبشكل مبسط كده دي الشجره بتاعت الكودكس ودي الاجابات بتاعت شجره الكودكس. يعني السؤال الاولاني لو حضرتك قلت لا اوتوماتيك بيوديك على ستوب، دي مش نقطه تحكم حرجه. السؤال الاولاني لو قلت اه والسؤال الثاني قلت اه اوتوماتيك بقت نقطه تحكم حرجه، وهكذا الى اخر الاسئله. طيب كل نقطه تحكم حرجه لازم نحدد لها كريتيكال ليميتس. وقلنا الكريتيكال ليميتس في التعريفات هو الحد الفاصل ما بين المقبول وبين الغير مقبول. طيب الكريتيكال ليميتس ده ممكن يكون عباره عن توليرانس. يعني ايه توليرانس؟ يعني مدى من تدابير التحكم اللي لو حصل فيها تجاوز هنضطر نعمل كوركشن او كوركتيف اكشن. زي ايه؟ زي ان انا اقول مثلا ان درجه حراره من 7 لـ 9، فالتولرنس عندي من درجه حراره من 7 لـ 9، ده ممكن يبقى كريتيكال ليميتس. اه ممكن يبقى كريتيكال ليميتس. ممكن يبقى كريتيكال ليميتس ان انا اقول درجه الحراره لا تقل عن 10، يبقى ده كريتيكال ليميتس. الكريتيكال ليميتس في القابل للقياس لازم يبقى قيمه واضحه وصريحه. يعني ما ينفعش اجي اقول درجه الحراره 70. ايوه 70 دي
بقت 69 دي مشكله، ما ينفعش في الكريتيكال ليميت انها تكون فيكسد نمبر، رقم او قيمه ثابته، لازم يبقى فيه مدى، يا اما اقول لا يقل عن او لا يزيد عن، او ان انا اقول من كذا لكذا. طيب في مصطلح كده تاني اسمه التارجت فاليو. ايه التارجت فاليو ده؟ يعني ببساطه حضرتك المواصفه بتقول لك ان الحمل الميكروبي من مثلا لا يزيد عن 10,000، انت جيت قلت لا 10,000 ده كتير قوي وانا مش هينفع اشتغل عليه، انا هعمل لنفسي تارجت فاليو اشتغل عليه، وقلت ورحت قايل ان انا هشتغل على لا يزيد الحمل الميكروبي على 5,000 خليه ميكروبيه. انت اللي اقريت الليميتس ده لنفسك، وبقى انترنال سبيسيفيكيشن او مواصفه داخليه ملزمه لحضرتك. بقى ده تارجت فاليو بالنسبه لك انت بتستخدمه عشان تقلل او تمنع الانحرافات، عشان لا قدر الله لو حصل حيود عن ال 5,000 وزادت بقى 6,000 بقت 7,000، انت السل مطابق مع المتطلبات القانونيه والتشريعيه وتقدر تفرج عن المنتج وتنزله السوق وانت مطمن. يعني ببساطه التارجت فاليو انت بتشدد المواصفة على نفسك او بتشدد الرقابة على نفسك عشان تضمن ان حتى مع حدوث الانحرافات انت ستيل وزن المواصفة. الديفيجن او الانحراف وهو الفشل في تلبيه الحد الحرج. طيب الكريتيكال ليميتس احنا بنجيبه منين؟ انا بحدد الكريتيكال ليميتس ده من اربع مصادر، واظن احنا اتكلمنا في الجزئية دي قبل كده. اول حاجة المواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية للمنتج النهائي بتاعي، سواء المنتج المواصفة دي في دولة التصنيع أو في دولة الاستهلاك. يعني أنا ممكن أصنع المنتج بتاعي وأصدره، في حالة التصدير مواصفة بلد اللي أنا صدرت لها المنتج ملزمة بالنسبة لي، أو القوانين والتشريعات زي قوانين اللي بتصدر دلوقتي من الهيئة سلامة الغذاء فهي ملزمة لحضرتك بحكم ان انت بتصنع في مصر، المراجع العلمية التطبيقية او ما يعادلها من قواعد وممارسات تصنيعية مختلفة، زي ما الجماعة بتوع الكودكس بيعملوا حاجة اسمها الكود اوف براكتس، تلاقي مثلا عامل كود اوف براكتس لمصانع التعليب، كود اوف براكتس لمصانع الجبنة، كود اوف براكتس لمصانع الالبان وهكذا. واخر حاجه التجارب المعمليه، ان حضرتك تعمل تجربه في المعمل في معمل معتمد وتعتمد نتائج التجربه دي على انها تكون كريتيكال ليميت بالنسبه لك. ده مثال عملي لتطبيق المبدا الثاني في تحديد نقاط التحكم الحرجه. زي ما احنا شايفين كده في الجزء ده، دي اسئله شجره القرار الخمسه، وزي ما اتفقنا ان احنا السيجنيفيكانت هازارد بس هو اللي بندخله على شجره القرار، وانا بتعامل مع كل خطر بشكل مفرد. يعني انا بقيم الخطر ده لوحده وبعديه على شجره القرار لوحده، وبحدد في الديسيجن بتاعي هو سي سي بي ولا او بي ار بي، وبحدد الجاستيفيكيشن او الكنترول ميجر اللي انا عشانها قلت او اللي انا هعملها عشان امنع او اقلل الخطر بتاعي. زي المثال اللي احنا شايفينه دلوقتي، انا عندي في مرحله الاستلام فيزيكال هازر اجسام غريبه من العاملين، وعندي برضو اجسام غريبه من الماده الخام، فانا خدت الخطر بتاع الاجسام الغريبه من العاملين ده وعملت له تحليل وتقييم وحددت هو سيجنيفيكانت ولا لا، ودخلته على شجره القرار وطلعت من النقطه دي الديسيجن انها او بي ار بي، وقلت ضوابط التحكم اللي عندي ان انا عندي ابروفال سبلاير وعندي سورتنج ستيبس هتمنع او تقلل الخطر. طبعا ده مثال ارتجالي او فرضي لتوضيح الفكره، مش مثال حقيقي. يعني احنا هنكتفي بالجزء ده النهارده عشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده. هطلب بقى من حضراتكم تاسك بسيط كده وسريع،
الناس اللي حضرت معانا النهارده والناس اللي ان شاء الله هتشوف المحاضره على اليوتيوب، هيبقى مطلوب من حضراتكم على الامثله اللي انتوا عملتوها في الفلو دياجرام وفي وصف المنتج، هنعمل تحليل للمخاطر وتحديد لنقاط التحكم الحرجه في كل خطوه من الفلو دياجرام، او على الاقل خالص ناخد خطوه او اتنين من الفلو دياجرام ده ونعمل لهم تحليل وتقييم للمخاطر زي ما احنا شايفين في الجدول ده، ونعمل لهم كمان نحدد فيهم شجره القرار، نعديهم على شجره القرار سوري، ونطلع اذا كانوا هم نقطه تحكم حرجه او لا، او اذا كانوا سي سي بي او لا. ممكن نعمل القصه دي؟ تمام، مفيش مشاكل يا هندسه. تمام. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام ورحمه الله.